تواصل مختلف معاصر الزيتون بولاية سكيكدا استقبالها للمنتوج منذ انطلاق موسم الجني في 21 أكتوبر، حيث يتم استقبال المنتوج وطحنه وعصره وتصفيته للحصول على زيت زيتون ذات نوعية جيدة والعينة من هذه المعصرة بمدينة تمالوس، أين توارث القائمون عليها هذه المهنة أبا عن جد. عندنا نوعين من الزيتون مشهورة بهم المنطقة هذه. النوع الأول هو في جميع المناطق موجود وهو البكر، يعني نأخذ الزيتون من الشجرة ونقدمه للمعصرة، نقوم بعملية الطحن والمزجة والخلط ثم العصر ثم التصفية. والطريقة الثانية وهي تقليدية وخاصة بالمنطقة الشرقية من مدينة جيجل حتى لمدينة سكيكدا ومناطق كل هذه المناطق الجبلية، ونظرا للتضاريس الصعبة لجأ الآباء والأجداد إلى ابتكار إن صح التعبير هذه الطريقة. إذا يقومون بطهي الزيتون ثم يقدمونه للمعصرة بعدما ينتهون من الجني، ويستغرق مدة طويلة خاصة في الجبال، صعب المواصلات صعبة إلى غير ذلك. يعتبر الزيتون مصدر رزق غالبية سكان هذه المدينة الفلاحية وفرصة لخلق مناصب شغل طيلة موسم الجني للعديد من الشباب البطالين. كلهم هبة واحدة، وكما سبق وأن قلت كأنه عرس يهم الجميع، يعني هو مصدر رزق أساسي في هذه المنطقة، مصدر الرزق قلت للصغار والكبار وكل الأفراد يأخذون نصيب من وحظ من الزيتون والزيت، الله يبارك. هذا وتتوقع المصالح الفلاحية لولاية سكيكدا إنتاج 4.54 ألف هكتوليتر من زيت الزيتون، أي بمردود قدره 20 لترا في القنطار الواحد.